أكاديمية مصر للتنس الأرضي تحييكم. إن شاء الله النهاردة هنعمل فيديو عن اللعيبة، زي ما احنا قلنا بناخد كل مرة لاعب من اللعيبة العشر الأوائل أو اللي دون العشر الأوائل اللي هم مشهورين سواء في العصر الحالي أو من فترة، لأن احنا بناخدهم كنبراس أو شيء جميل نتمنى أولادنا يبقى زيهم، وبنعرف عملوا إيه في أيامهم وعملوا إيه في بطولاتهم، فبالتالي بنحاول الناس دي ندرسها، وبنحاول إن احنا على الأقل خالص بنتعامل زي ما هما بيتعاملوا، بنتخلق بأخلاقهم وبألعابهم. النهارده معانا اللاعبة الجميلة مونيكا سيليتش. مونيكا سيليتش أصلها صربي وأخدت الجنسية الأمريكية، أصلها صربي وأخدت الجنسية الأمريكية. هي لاعبة تنس، وكانت مصنفة الأولى سابقا، فازت بتسعة بطولات من جراند سلام. واحنا قلنا بطولات جراند سلام عبارة عن أمريكا المفتوحة وأستراليا المفتوحة ورولان جاروس وويمبلدون. أصغر طبعا أصغر لعيبة تفوز بالبطولة ديت، كان سنها صغير، كانت الكلام ده في 91 92. تصدرت المركز الأول في التصنيف العالمي، تصدرت المركز الأول في التصنيف العالمي سنة 91. كان سنها في الفترة دي 17 سنة حينما تصنفت التصنيف العالمي، وكان رقما قياسيا في تلك الفترة، يعني ما كانش حد، كانش هي حد قبلها أو بعدها في قعدت لفترة طويلة، إلى أن جاءت اللاعبة الجميلة مارتينا هينجز. كان برضو لها دور إن هي خدت اللقب دون من مونيكا سيليتش. الكلام ده تقريبا كان في مارس سنة 97 بدأت مارتينا ظهرت بقى، وكان ليها ايه، مارتينا هينجز كان ليها رونق جميل برضو زي مونيكا سيليتش، وحصلت على هذا اللقب. لعبتنا برضو مونيكا سيليتش كانت فازت ب 53 بطولة، منهم تسعة بطولات من الجراند سلام اللي هم قلنا عليهم، رولان جاروس والبلدون وامريكا المفتوحة واستراليا المفتوحة، وكان ليها دور كبير جدا. تعرضت مونيكا سيليتش كانت في ماتش تقريبا، وتعرضت لطعنة من احد المختلين عقليا، كان الماني الجنسيه، واضطر ان هو يخبطها طعنه جامده جدا، وكان لها تاثير جامد قوي في الملاعب، وعملت زي ربكه كده في الملعب. الكلام ده كان تقريبا بالظبط يعني في 30 ابريل سنه 93، ومعظم الناس زعلوا عليها جدا، وبفضل الله بعد كده الحمد لله قامت وشفيت وعافيت تماما بعد هذه الطعنه. شكرا، وان شاء الله في لقاء تاني في فيديوهات تانيه. اشكركم.